وعلى آله وصحبه وسلم. هذا اتصال شيخنا الشيخ سعيد حفظه الله تعالى يتعلق ببعض القواعد الحزبية و الوكالة في زواج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا. أهلا بالشيخ. لا تكون مشغول شيخ. أهلا بالسلامة والله. جزاك الله خير. أولا نشكرك على جهودك ووقتك، لأنني قمت بترجمة عديد من إجاباتك، وكثير من الشباب حول العالم يستفيدون من هذه الأسئلة، فجزا الله خير. السؤال الأول شيخ، أحد إخواننا لديه خلفية جنائية، يعني في قديمه بعد الجرائم هو يقع فيه، وسوف يذهب قريبا إلى السجن لممكن 4 سنوات. الأخ على استقامة الآن ولديه عائلة وأطفال، ولا يوجد من يقوم بنفقة لهم، فما نصيحتك لهذا الأخ قبل هو يدخل السجن قريبا؟ هو في بلد في أوروبا، ممكن قريب من بريطانيا. أنا ما أعرف، هو أرسل إلي السؤال ممكن أول أمس، لكن هو من قريب من بريطانيا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأوصي هذا الأخ بتقوى الله وكذا بالدعاء، وبأن الله عز وجل يفرج همه وخطاه ويعزه ويحقق كربته. والله عز وجل يقول إنما ما يزل يسرى، وعليه أن يوصي أسرته بتقوى الله عز وجل، وأن يعني يجعل له نصيبا من المال الذي يعطى، لأنه في السجن قد يكون شيئا من المخادعة. هل يعطي صوته من هذا؟ ولا أعلم أن هذه الدول المسلمة يعني لا تطع عائلته بالشوارع، بل هناك تأمينات اجتماعية أو يعني ضمان اجتماعي أو تأهيل اجتماعي، فلا بأس أن تتقدم الأسرة الدولة بطلب يعني التأمين الاجتماعي. جزاك الله خير يا شيخ.